الكورونا تحوراتها خمسة كده صح؟ عندنا الفا وبيتا وجاما ودلتا والاوميكرون. عظيم جدا. الناس دلوقتي الحديث الشاغل بتاعها حاجتين، اوميكرون ومدى انتشاره واعراضه وما قد يسببه لو اهملنا فيه، ومن ناحية تانية التعاقد المصري على الدواء الجديد اظن اللي هو انتاج شركة ميرك. هل احنا متعاقدين على دواء واحد ولا اكتر من دواء؟ هناخدهم بالتفصيل، بس هبدأ الاول بالاوميكرون. ايه الاوميكرون ده وبيعمل ايه؟ طيب خليني قبل ما اجاوب السؤال، انا متفق مع حضرتك تماما في انه الشغل الشاغل للناس هو هذه الاسئله، وده بالنسبه لي شيء يدعو للدهشه، لان المفروض الشغل الشاغل للناس هو يبقى ماذا نفعل لنتجنب الاوميكرون، مش ايه هو الاوميكرون. الاوميكرون هو في النهايه كوفيد 19، وبالتالي النهارده بعد سنتين من التعامل مع الكوفيد 19 والكورونا بقى عندنا معلومات موثقة ومبنية على دليل بتقول ما هي الآليات التي يمكننا أن نفعلها لنتجنب شدة المرضى، لنتجنب دخول المستشفيات، لنتجنب ازدياد معدلات الوفيات. أولاها التطعيم، فمن لم يتلقح يطعم، والحمد لله الدولة موفرة كل أنواع التطعيمات في بكميات تغطي الفئات المستهدفة وتزيد للجرعة المعززة. ثانيها اللي خد جرعة واحدة وتكاسل يروح ياخد الجرعة التانية. احنا فتحنا الباب لأنك تاخد الجرعة التانية حتى لو كنت فات عليك الميعاد. اللي خد جرعتين أو استكمل التلقيح وفات عليه 6 شهور ياخد الجرعة المعززة. حلو. دي أول حاجة نعملها. تاني حاجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ويكفي نظرة واحدة على الناس في تجمعاتهم عشان تقول إنه الالتزام بالإجراءات الاحترازية مش في أحسن أحواله الحقيقة. وإن إحنا في إيدينا إن إحنا نرتدي الكمامة ما بنعملش كده. في إيدينا إن إحنا نتباعد اجتماعياً ما بنعملش كده. في ايدينا ان احنا نحافظ على التطهير المستمر للايدي والاسطح ما بنعملش كده. في ايدينا ان احنا نتجنب اماكن الازدحام ما بنعملش كده. فالحقيقه ده انا في رايي ان هو ده الذي ينبغي ان يشغل بال الناس. نرجع بقى لسؤال حضرتك، هو ايه هو الاوميكرون او ايه هو الاوميكرون؟ خليني نتكلم ببساطه، هي ايه التحورات؟ لو انا تخيلت ان انا عندي الفيروس عشان بيدخل جسم الإنسان بيرتبط بالخلية بيبدأ يستنسخ نفسه. يستنسخ نفسه يعني بيعمل كوبيز. فأنا النهاردة لو معايا ورقة وبعمل على مكنة التصوير بصور منها 1000 نسخة 2000 نسخة 3000 نسخة، من الوارد جدا وأنا بصور إنه في صورة تطلع معوجة، في سطر يطلع ممسوح، في سطرين يخشوا في بعض. التحورات عبارة عن كده، إنه جزء من التكوين الجيني للفيروس يا إما بينقص يا إما بيتغير مكانه يا إما بيحصل أي نوع من التغير مرتبط بالتكوين الجيني. لما بيحصل التحورات ديت أو بيحصل هذا التغير الجيني بيبقى الهدف الأساسي للفيروس هو أن يزيد من معدلات انتشاره، لأنه الفيروس حريص على الاستمرار ونحن حريصون على عدم استمراره. فهو الأساس عنده هو أن يتكاثر وأن يتمكن من أنه يدخل ويتغلب على الجهاز المناعي للإنسان عشان يستمر في الحياة والبقاء. طيب مع هذه التحورات من الوارد انه التحور ده او التغير الجيني ده يؤدي انه يبقى اكثر مرضه، بدل ما كان بيدخل في اماكن الجهاز التنفسي العلوي مثلا يبدا يخش في اعضاء اخرى زي القلب والكلى. وارد، من الوارد ده ما يحصلش، على العكس يبقى اقل مرضه. عاده يعني من خلال التجارب الطويله مع الفيروسات ان كثره التحورات تؤدي إلى إضعاف شدة المرض.
الحاصل النهارده في التحور بتاع الاوميكرون، ما تاكد لدينا انه زاد من معدلات انتشاره. يعني احنا لو كنا بنتكلم على الفيروس الاصلي اللي خرج من ووهان كان بيعدي من 2.5 ل 3.5، يعني كل واحد بيعدي في المتوسط 3 اشخاص، الثلاثة بيعدوا 3 زيهم والباقيين 6، 6 وهكذا. لما بدأنا ندخل في الدلتا، الدلتا وصل انه الواحد الفيروس او الشخص الواحد المصاب بيعدي 7، فالسبعة بقوا بيعدوا 7 بقينا 14، وال 14 بيعدوا وهكذا. النهاردة احنا بنتكلم على الأوميكرون بيعدي من 16 إلى 19 تقريبا، فعشان كده معدل الانتشار واسع جدا بكتير، يعني من 3، من 1 ل 3 إلى 1 ل 16 أو 19. لكن الفيروس نفسه أضعف، أضعف من الدلتا لكنه يبقى كورونا طبعا. وبالتالي تأثيره المرضي أقل من الدلتا. ولكن لازم ناخد بالنا إن إحنا النهاردة برضو بقى عندنا حاجة ما كانتش موجودة بنفس السعة أيام الدلتا وأيام الفيروس الأصلي اللي طالع من ووهان، وهو التلقيح والمناعة المجتمعية. فالنهاردة بقى عندنا معدلات تلقيح أعلى، وبالتالي قدرة الجسم على مقاومة الفيروس بقت أعلى، وده اللي بيخلي معدلات دخول المستشفيات أقل. يعني احنا في الموجات السابقة كانت هناك دائما علاقة طردية ما بين زيادة معدلات الإصابة وزيادة معدلات دخول المستشفيات والرعايات وأجهزة التنفس الصناعي. مع التحور الجديد بقى لقينا انه هذا الارتباط الطردي انفك، ما بقاش عندنا الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بيصاحبها نفس الزيادة في معدلات دخول المستشفيات. الفيروس بقى بيصيب أكثر الجهاز التنفسي العلوي، وبالتالي بقت المشاكل التي تتعلق بنقص نسبة الأكسجين والتليف الرئوي ما عادتش موجودة زي ما كانت في المتحورات السابقة.